تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيد الفطر السعيد، وفي خليط مسرحي كوميدي غنائي نادر، يعد الحفل الأول من نوعه في المملكة والخليج العربي. يضم الحفل نخبة من فناني المسرح والغناء وتحديدا فن الراب. مرحبا معكم قصي، وأنا حاليا متواجد في البحرين، وخلصنا حفل 3 أيام العيد الثاني والثالث والرابع مع أخواني وحبابي الشلة الطيبة، سعيد جاب العيد، سعيد صالح، إبراهيم صالح، عطالله ووضاح صور من البحرين، وطبعا أخوكم. فأحب أقول لأهلي وحبابي في البحرين كل عام وإنتم بخير وعساكم من عوادة، وأتمنى لكم الأمن والسلام إن شاء الله. أنا دائما في البحرين أنبسط، أحس أن أنا بين أخواني وحبابي وأهلي، وأحب أشكركم على اللي جو ودعمونا، وإن شاء الله حتشوفوا برامج و إيفنتات وشوز أكتر من كده بكتير وأحلى من كده، يجمع ما بين فن الكوميدي والهيب هوب. عم بقدم 3 أغاني، تشكيلة حلوة من الألبوم الجديد عندي، والتجربة صراحة كتير حلوة لأنه مجموعة متنوعة من الفنانين مجتمعين بمحل واحد لسبب العيد. كل عام أنتم بخير، وعم نقدم شو عائلي ومتنوع وجديد. المحيط العام الايام هذه في الخليج كله صار ما شاء الله تبارك الله سياسه، فدحين مع العيد الناس قال لها تبغى تنفس عن نفسها شويه، فقلنا ما شاء الله احنا برضو السعوديه مليانه مع هيئه الترفيه عندنا، فقلنا نجي نطلع برا شويه. دبي شغال انترناشنال، البحرين دائما سبورتنج اللوكال سين، الشباب الخليجيين الدنيا الكلام هذا كله، وتشز عملنا قبل كده مره كثير يعني حفلات هنا مع الوزارات مع اشياء مختلفه، وكلها يعني ما شاء الله تبارك الله يعني تكلل بنجاح مره كبير. فدائما ان شاء الله يعني البحرين يعني مسقط راس للفن الخليجي يعتبر يعني، فبالعكس يا رب يزيد منهم.